يا خويا فرحتنا وفرحت الجزائر كاع قوبلي. ما على بالكش باللي لي زالجيري عندهم واحد مقاصح. هاو يا ودي عطاتها قوس زدت لها ضروه 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 وطلعتها بكروشي. ها وين تسيبها هذه وبورتون مراه ها تحارك وراجل يا حسره دارت حالها صافي بليزير. خويا نقولها بون كونتينياسيون ان شاء الله وان شاء الله يليق مي هذا الطفله هذه اللي شرفت الجزائري وكوش وطلعت لنا الاعلام في الـ في الـ في الخارج وكوش. نطلبوا لها ان شاء الله للدوله تاعها تاع الدوله تاعنا تعاونها وديرها في الصومعه ان شاء الله. وكاين بزاف كيفها وكاين بزاف كاين الناس اللي هم مخزونين وكوش وصافي بليزير وفرحنا وكاع بغينا ندخلوا في التلفزيون كاع. كيفاش كانت الرياكسيون تاعك كي ربحت؟ صح ولا قفادي احنا عندنا هذه خطره خطره راه انا جاتني دمعه بغيت نبكي. يقول لك صح انا كي اشتهر بدات الاعلام والدنيا ومن واش جاتني دمعه الحمد لله يا ربي. حبيت نقول هذا الميساج سبيسيال بطله تاع الجزائر وبطله تاعنا ايمان خليف. حبيت نقولها بون كوراج. الشعب كاع راهو معاك البلاد كاع راهي معاك العالم كامل راهو معاك ما راهوش كونترك. 1 2 3 فيفا لجيري جو 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 ما تحبسيش يو 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 فرحتينا وفرحتي الجزائر كامل اليوم. انا وحده حنخرج نديفيلي دوكا. كي ربحت كيفاش كانت رده الفعل تاعك؟ رده الفعل سجلتها تحب نوريها لك في التليفون نوريها لك. نط صغرت نط شطحت قلبتها انستغرام يشوف ناس كامل تشوف فرحه هستيريه. شفت كلمه لعبت زاير ما دقيقه 90 ماركيو ايمان خليف فرحتنا في واحد المومون اللي كنا كامل نستناو فيه ما خيبتش ظننا. ميم لو كان ما ربحتش نقولها رانا معاك ربحه ولا خساره رانا معاك رانا في ظهرك. فخامه الاسم يكفي ايمان خليف يقول لك اللي يلعب معها يخلف عليها ربي. حكمنا قلوبنا ماشي حكمنا قلوبنا انه شاكين فيها حكمنا قلوبنا انه بالك تتعثر ولا تقيسها لنا العين. العين حق ايمان برافو برافو برافو. كيف يقول لك احنا الجزائريين ديما تخصنا هذيك شويه تاع فرحه برك نفرحوا بها. احنا هك شويه فرحه نموتوا بالسعاده ميتين بالفرحه. فرحه لا توصف هكا شغل جبتي لنا الذهبيه وخلاص هكا خلاص احنا النهائي يكفينا. بالك فرحتك انت تكفينا خاصه انت ماشي كامرة كرياضيه شرفتي الجزائر ومشي سهله باش ترفع اعلامنا على خاطر عمره لا يهبط. الف شكر. شوف محقور عند الناس دائما مجبر عند ربي سبحانه دونك ربي جبر بخاطرها وفرحتنا وفرحت كامل العرب. يعني فخر الجزائر وفخر العرب واش نزيدوا. مثلت العرب احسن تمثيل يعني في الاولمبياد ونشيد الوطني تاعنا في والعالم تاعنا طلع دونك صافي بليزير يعطيها الصحه وان شاء الله ربي توجور يخليها في العلالي ان شاء الله والفوز دائم دائم ان شاء الله ونستناو في الميداليه الذهبيه ان شاء الله. كيفاش كانت رده الفعل تاعك كي فاز؟ زغرت زغرت كنت نشوف اللقاء كان الاداء تاع اسطوري ادات كامل لي راوند تاعها. تبان باللي الاخت ايمان تعبت بزاف تعبت في هذا المجال باش تلحق المستوى العالي اللي راهي فيه. العالم كامل حاربها لسبب واحد لتفوقها على قريناتها. بالتوفيق لها ان شاء الله. الان راهي ضمنت ميداليه فضيه مي في ما هو قادم ان شاء الله تشرف الجزائر بميداليه ذهبيه. ايمان خليفه نقولها ان شاء الله ربي يقويها ويقدرها ويسترها ويحميها ان شاء الله. وكما يقول لك حنا فرحانين بها ورانا معاها فخر الجزائر غير نادر ما عندنا ما نقولوا عليها ربي يكملها ان شاء الله يا رب العالمين. انا واش نقول لكم على ايمان خليف يعطيها الصحه وشرفه الجزائر وشنو حقروها شويه مصح الحقره ديالها ولات كاع فرحه للجزائريين. ونشكرك يا ايمان و ناس ملاح وفرحتها بزاف في قلب الجزائريين ويعطيها الصحة. واش نقول لكم والله فرحت 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 بكيت وبكيت دمعة هاك طاحت لي. بنت بلادنا وحقروها بزاف ونقول لها رانا معك وكملي كيما راكي وان شاء الله كيما يقولوا النجاح والنجاح والنجاح وما اكثر ان شاء الله باذن الله. يعني كيفاش كنتي يعني كي كانت بالك هي يعني تواجه هذيك المنافسه تاعها؟ حسيت انا كي كانت تنضرب حسيت انا اللي نضرب. والله والله رساله توجهها على بالك تسمع؟ نوجه لها رساله نقولها كملي في هذا المشوار و فريمون فيليسيتاسيون ويرحم الكش اللي جابتك واللي رباتك. يا خويا اش نقول لك؟ ايمان خليف شرفتينا طلعتينا الاعلام شرف كبير لينا قبل ما يكون ليك
وبغيت نقول لك غير حاجه، صافي فريمون بليزير اللي هديتي الفوز تاعك للملاكم موسى الله يرحمه، وشكرا شكرا جزيلا. رانا معك كاع الجزائري وهران كاع راهم معك ايمان خليف، وعقوبه الذهبيه ان شاء الله. شكرا الله يعطيك الصحه للنهائي والذهبيه، ماشي غير النهائي اللي غتدي الذهبيه ان شاء الله. نهنوا اختنا ايمان، نقولها مبروك عليك، شرفتينا وشرفت في الجزائر، ومن هذا المنبر ما ننسوش موسى اخونا الله يرحمه، اول ميداليه في الالعاب الاولمبيه، نترحموا عليه. وايمان نقول لك بون كونتينياسيون بون كوراج. بنات الجزائر يا اللي خليتوا عقلي حاير، غنى عليها سامي الجزائري. ان شاء الله ايمان تكون نجمه في السماء ان شاء الله، واول مره في تاريخ العرب وتاريخ الفريق مره جزائريه تلحق اون دومي فينال بعد موسى ربي يرحمه اون كاردو فينال. ان شاء الله ايمان هذه نامنوا بها ان شاء الله، والايمان بها ان شاء الله تروح اون فينال ان شاء الله، وان شاء الله الميداليه الجزائريه، جزائر جديده وميداليه جديده ان شاء الله، ونتمنوا كل الخير لكل لي زاتليت تاعنا ان شاء الله. إذا إيمان خليف نتمنوا لها كل ناجح إن شاء الله، راحت للنهائي وإن شاء الله الميدالية الذهبية اللي تديها. رانا كاع معاك إيمان خليف، الفو با أونتوندغ هذوما الهضرات اللي ينهضروا، كاع الفو كونسونتري على المباراة تاعك الأخرى. نتمنوا لك النجاح إن شاء الله، وإيمان خليف رانا كاع معاك، وإن شاء الله الميدالية الذهبية.